بمناسبة عيد الجلاء دشنت الفعاليات الرسمية بمحافظة طرطوس مدرسة دوير الشيخ سعد للتعليم الأساسي من تنفيذ الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس وبإشراف مديرية الخدمات الفنية بالمحافظة بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون ليرة سورية. بمناسبة عيد الجلاء هذه الذكرى الغالية على قلوب السوريين جميعا قمنا اليوم بتدشين هذه المدرسة في بلدة الشيخ سعد دوير الشيخ سعد تم تنفيذها من قبل فرع الشركة العامة للبناء والتعمير وبإشراف مديرية الخدمات الفنية وبكلفة إجمالية بلغت 600 مليون ليرة سورية. في هذه بالرغم من هذه الظروف الصعبة والحصار الجائر على سوريا تتابع الحكومة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في جميع القطاعات. هذا الصرح، هذا البناء الجميل بالرغم من كل الظروف الصعبة والحصار الاقتصادي لا زالت الحكومة ولا زلنا نعمل بكل جد ونبني ونتابع مسيرة البناء. هذا البناء عبارة عن مدرسة للتعليم الأساسي حلقة ثانية مؤلف من ثلاث طوابق، مساحة الطابق 855 متر بمساحة طابقية إجمالية 2565 متر مربع، مساحة الساحة رقعة الأرض مع الساحة 4500 متر. هذه المنطقة تعاني من دوام نصفي وكثافة صفية مرتفعة، بالتالي كانت ضمن أولويات مديرية التربية لإنشاء مدرسة ووضعها في الخدمة، وإن شاء الله سريعا ستكون في الخدمة وتحل مشكلة هذه المنطقة. المدرسة مكونة من ثلاثة طوابق وتضم 24 قاعة صفية وسبع قاعات إدارية ومخبرا بالإضافة لقاعتي حاسوب، وستكون إضافة مهمة للعملية التربوية من ناحية حل مشكلة الكثافة الصفية والدوام النصفي للطلاب. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.